لنقم بتجميع الرافعة. أنت تبلي بلاء رائعا. لنزود الرافعة بالوقود. اختر لونا آخر. جرب لونا آخر. اضغط على المضخة. هذا كل شيء. لنكمل عملية بناء المبنى. تلحيم الشق في الرافعة. لا تتوقف، لنقم بتجليف لحام الشق. لقد فعلناها. انظر إلى السحابة واختر كوب مسدس الرش من نفس اللون. مرحى. يجب علينا تجميع سيارة الحاوية. لا تتوقف. لنحمي المواد زخرفة الواجهة في سيارة الحاوية. مدهش. لنقم بإضافة عناصر زخرفية إلى الواجهة.
السيارة الحاوية. لنقم بتجميع عربة نقل الزجاج. لا تتوقف. لنحمل النوافذ والأبواب في عربة نقل الزجاج. هذا كل شيء. لنقم بتركيب النوافذ والأبواب. يجب علينا إصلاح الشق في عربة نقل الزجاج. أنا بتجنيف اللحام. هذا كل شيء. اختر نفس اللون الموجود في السحابة لطلاء البقعة. انظر إلى السحابة واختر كوب مسدس الرش ذو اللون المناسب لطلاء البقعة. جاهز؟ يجب علينا تجميع السيارة التقنية.